فراح نبدأ هذه المحاضرة في سؤال عن chapter 8 في نهايته، بعدين ندخل في chapter 9 شوية، وبعدين ندخل في العلامات الأسئلة، نجاوب على الأسئلة الموجودة على الموقع لأنكم بدكم تعرفوا الإجابات. في إجابات راح نمر عليها بشكل سريع، وفي إجابات راح نشرحها بشكل تفصيلي أكثر. وبعدين ذكرتكم بأنه العلامة تبعتك أي واحد بده علامته بيضرب ب 25 وبقسم على 40 تطلع علامته من 25. طيب ما في حد رافع إيده، ننطلق إلى أول جزء من محاضرتنا اليوم اللي هي نسأل من يرغب في المشاركة منكم في ماذا هو الذي تحدثنا عنه في chapter 8 في آخر شيء، بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للموضوع ذكروني إيش؟ ذكرنا managing change and organization and development. ذكرنا في chapter 8 إنه الchange بيمر في ثلاث مراحل. ما هي هذه المراحل اللي بمر فيها يا جنى؟ جنى هي تعالى دكتور. تفضلي يا جنى. جنى اللي رفعت يدها لحق. جنى تفضلي. دكتور ممكن تعيد السؤال؟ ليش عيده ما سمعتيش؟ لا الانترنت مش كتير منيح عندي. مراحل إدارة التغيير أو التغيير change اللي حكينا عنها، أول واحدة فيها بدي غش الشكل اللي هي unfreezing. ثانية صراحة مش متذكريتهم دكتور. طيب ننتقل محاضر لسارة اللي رافع يده. سارة وعبادة بعدين. سارة تفضلي. يعطيك العافية دكتور. الله فيك يا سارة. اليوم شو اليوم اكتب اسماءك بالله والتشينج. اللحظة يا سارة اليوم 13 ثانية، وهي الأسماء مشان نسجلها. طيب تفضل يا سارة. unfreezing. أيوة أول مرحلة هي unfreezing. نعم. بعدين change، بعدين refreezing اللي بنحافظ فيها على التغيير. نعم. واحد ثاني واحد رافع إيده اللي هو عبادة. تفضل يا عبادة. خلص دكتور حكيتهم. أوكي. طيب شو الهدف؟ النقطة الثانية الأخيرة هي الهدف من عملية الchange اللي هي إيش؟ دكتور. قصدك عن الrefreezing؟ لا لا. بعد الثلاث نقاط هذول في عنوان عريض. هو organizational development. يا سلام عليك يا سلام عليك. هو الهدف من التغيير. نحن لا نغير بهدف التغيير فقط، إنما نغير بهدف تطوير. أوكي. organization development. طب الـ organization development مين يحكي لي زي إيش من الـ interventions أو البرامج اللي بتسويها المؤسسات؟ حكينا عنه. total quality management صح؟ حكينا عن total quality management. management by objectives مثلا. أي عملية تغيير في المؤسسة تهدف إلى تطوير جانب أو جوانب من المؤسس هي عبارة عن organization development. إذن one approach of organization development is the management of quality initiative or total quality management. زي الايزو تسمعوا بالايزو، زي الايزو. أو هذا التغيير اللي حكينا عنه في نوع آخر عاصف في التغيير اللي هو إيش؟ يا عبادة. Re-engineering. شو الفرق بينهم اثنين هذول الre-engineering والثاني؟ دكتور أحكي؟ تفضل. الorganizational development دكتور بيتم بطريقة تتم بطريقة تدريجية، أما الre-engineering إحنا بنراقب مثلا حركة المنافسين وكيف عم بتطور المنافسين، بدرس وبحلل هاي التطورات. يمكن الكرموش هذا اللي جنبك مشوش عليك. لا دكتور مش أنا. مش عندك؟ لا مش عندي دكتور. وين في صوت طفل هيك حلو؟
فكرت عندك في حد ثاني فاتح سبيكر؟ أنا دكتور بالغلط. طيب دير بالك. فالري إنجينير دكتور، إحنا منراقب حركة المنافسين وكيف عملية التطور عندهم، وبنحاول إنه نتفوق عليهم، بنعمل تحليل لحركة المنافسين وبنطلع بأفضل تغيير ممكن أو بأفضل تطوير ممكن. وفي تغيير تدريجي gradual change، وفي radical change سمينا إذا بتتذكر exponential change أو exponential thinking، يعني تفكيرك لما يكون exponential. يا علي مهند الخليل، يا علي الخليل أعتقد أنه علي دائما بيعطي كتب لنا رأيه على شكل chatting. فعلي كاتب لنا بوضع خطة استراتيجية. في كمان رحف دكتور، بس لو سمحت النت قطع عندي هلا العلامة. طيب إذا الرأي علي بوضع خطة استراتيجية للتطوير re-engineering organization development، لكن re-engineering خطوة بخمل عند التغيير يكون غرور. يعني جزء قصده علي بأنه عملية التغيير في re-engineering بتكون سريعة وبتكون راديكال، يعني راديكالية، وعملية التغيير في الـ Total Quality Management أو في الـ Organization Development بيكون step by step. أوكي، وذكرنا في الأمس بأنه sometimes it is easy and it is wonderful and it is preferable to change step by step, but sometimes you have no chance or you are not allowed to do that. As what happened between Apple and Nokia. Nokia, as we said last time, they developed gradually, but they lost. Why? Because they did not think like Apple. Apple made a radical change in the design and manufacturing of the mobile phone, the smartphone. They produce something out of the box. ذاك التغيير الراديكالي بده واحد يكون راسه كبير ومخه كبير وقدراته كبيرة وتفكيره عاصف، ويعني في عنده empowerment وحرية ويفكر بطريقة راديكالية، بطريقة radical change. ما بده، ما الوقت والزمان والمنافسة الآن في بعض الأحيان تستوعب التطور الهادئ، التطور تدريجي. كل يوم تنظف شغلة، كل يوم تمسح شغلة، كل يوم تحسن شغلة، كل يوم تزبط شغلة. ما حد بينتظرك كل يوم تزبط، بدك تزبطهم كلهم بنفس الوقت أو تغيرهم، تعمل إشي اسمه transformational change، تغيير تحويلي، تحول من مرة. أوكي، فهذه الأمور اللي ذكرناها في الأمس. اليوم ننتقل إلى موضوع وهو تحت إطار development. حقولنا فيه attracting quality workforces، بعدين developing quality workforces، ضمن هذا development part مش retention أو keeping أو retaining، موضوع performance management and appraisal. هنا وكأنه هذا هاي الكونسبت تقول لك ولي ولكل الناس بأنه now as an employee we have selected you, we have trained you, we have developed you, we have given you everything you want. Now we want to test you, we want to check on your performance. Okay، زي الطالب اللي بيدخل على الفصل، وعلى بداية الفصل مثل الفصل الأول أنت أخذت ثلاث مساقات، الدكتور بيستقبلك والتسجيل بسجلك في المساق، وبصير أنت مسجل ومكيف أنك سجلت في هالمساق ومبسوط والله، ما ومرات بصعوبة حتى تسجل في مادة معينة عند دكتور معين. سجلنا أوكي ما شاء الله علينا، وبعدين الدكتور ما قصر معك، أعطاك 4-5 محاضرات، 6 محاضرات، 4-5 أسابيع وهو يدرس فيك ويعلم فيك، ويا ابني ويا حبيبي وهاي الفكرة هيك، وجيت عنده تسأله في المكتب أو عن طريق الزوم، ويعني ما قصر حدا معك بأنه أعطاك كل الترينينج
المطلوبة وانت طالب مسجل يعني recruited okay you are hired as a student. هلا شو بده بسوي فيك الدكتور بعد شوية بنص الفصل زي ما احنا عملنا هذيك اليوم؟ test. why the teacher test you to check upon your performance, to check your performance, to see your performance. Okay, so performance requires not only the word performance. كلمة performance لحالها ما بتكفي. بدها management. بدها إدارة للperformance. لذلك كل مدير داخل المؤسسة هو يدير الأداء بشكل أو بآخر. لكن الفرق أنه في ناس بيديروا الأداء بشكل بالعكس بشكل خاطئ، وفي ناس بيديروا الأداء بشكل أكاديمي بشكل علمي بشكل صح. لذلك في هذه المحاضرة احنا ندرسكم، إذا صرت في يوم من الأيام مدير في إدارة الموارد البشرية أو اشتغلت كموظف عادي، تعرف حقوقك اللي عليك واللي لا كل عليك، تعرف أنه كيف إدارة الموارد البشرية بتتم بشكل صحيح. في ناس راح يقولوا لي أنه هذا الكلام نظري، لا، أنت لما تفهم وتستوعبه مني في المحاضرة راح تعرف أنه هذا ممكن تطبقه ولا مش ممكن تطبقه. إذا ما ممكن تطبقه بيكون نظري غير قابل للتطبيق، إذا ممكن تطبقه بيكون نظري قابل للتطبيق. ليش احنا ندرس نظري؟ نظري أوكي، امبارح كنا نحكي نظري وتطبيق، حلو أنك تعطي أمثلة وكذا، بس النظري اللي قابل للتطبيق ما هو كلام فاضي، كلام مهم وأساسي. فلذلك في ناس بيطبقوا إدارة الأداء بطريقة خاطئة. أقول لك في المحاضرة بالامتحانات تبعتنا على سبيل المثال، إذا أنا ما أجيت وقلت لك مثلا أنه علامتك طلعت متدنية، وقلت لك أنه أنا ما سويش زي هيك دائما طبعا، بس يعني كمثال يعني إذا بقدر أسوي زي هيك ليش لا، أنه يا ابني علامتك طلعت متدنية، ما هو سبب تقصيرك؟ الأخطاء اللي عملتها في الامتحان كذا، الغلطاتك كذا، أمورك كذا. طبعا في العمل هذا يتسنى، في الجامعة يتسنى لنا بطريقة بجوز عبر الزوم اليوم، لكن اليوم جهز لكم أنا الأسئلة اللي جاوبتوها موجودة عندي هون، هسه راح أفرجكم إياها أعرض لكم إياها وشوف وين أخطائك. فهي هاي مثال حي على أنه البرفورمانس هي ليست بهدف البرفورمانس. يعني checking on your performance مش قضية رقابية، مش قضية أنه أنا أحسن منك بدي أفرجيك أنك أنت غلطان أو أفرجيك وين وصلت أو أفرجيك، لا، هي عملية developmental because it is about knowing and understanding and realizing that I am doing poor or average or below average or very good, and the purpose of this is to enhance and increase and improve your ability to excel and to improve and to do better every time or next time. Okay, لذلك هنا في عندنا كلمتين هاي الكرسر عليهم اللي هو performance management. وفي ناس مخهم وين رايح؟ على performance appraisal والثاني هاي، يعني هون بنحط الكرسر وبعدين بنحط الكرسر هون appraisal. مين يقول لي فيكوا يا شباب يا حلوين ايش معنى appraisal؟ يعني بدي انا اشرحها واركز عليها هلا. مين يرفع يده hands up to tell me what's the meaning of the word appraisal؟ هاي عبادة. دكتور تقييم. هاي سارة صح ولا لا؟ بلا تقييم. تقييم، اذا appraisal معناها تقييم. طيب مين واحد ثالث غير سارة وعبادة يقول لي معنى اخر لappraisal غير تقييم غير appraisal؟ انا بحكي لك دكتور. تفضل محمد. دكتور في معنى بتيجي بمعنى برضو توصية. الله يجازي شيطانك يا محمد. توصية؟ ها دكتور محمد أبو حميد عيوني. الله يسعدك يا أبو حميد. لا منقول evaluation. evaluation مش توصية. evaluation أوكي.
evaluation يا محمد. توصية بعيدة. أوكي. إيش رأيك يا تالا؟ يعطيك العافية دكتور. كنت بدي أحكي إنه assessing. إيش هي؟ assessing. assessing assessment. yes that's that could. إذا صار عندنا معاني متعددة، صار عندنا evaluation، صار عندنا appraisal، أضافت لنا تالا معنى ما كناش مفكرين فيه اللي هو assessment. يا سلام. دانيا، دانيا عالية، شو بدك تضيفي لنا أكثر منك؟ ما أظنيش ظل عندك إشي ياسا تضيفيه. دانيا رفع يدك. دانيا، طيب دانيا اعترفت بأنه هن هذول إنه evaluation assessment. أوكي، إذا محمد حكى وتالا حكت شاركت. ريتا هلا رفع إيدها، تفضل يا ريتا. دكتوره بنقدر نحكي rating أو estimate؟ والله غلبتينا أنت يا ريتا، إحنا قلنا ما ضلش، مين جبتي لنا يا هاي؟ بصير ولا ما بصير؟ لا بصير، نقول rating يعني rating هي جزء من evaluation. يعني rating زي بتقول تحطي لواحد علامة وبتحطي له ريت معين، درجة معين، مستوى معين. لا كلامك مزبوط، ممكن نضيفها للمصطلحات تبعتنا. فأنا ليش يعني مين بعرف فيكو ليش أنا ركزت على هذا الموضوع؟ في كثير من الأحيان نناقش إحنا موضوع الأبريزل والطلاب من أول الأبريزل لآخر الأبريزل، من أول الشابتر لآخره، وبسأل بكونوا مش عارفين شو معنى أبريزل. إذن أبريزل evaluation assessment could be rating لها علاقة في هذه المواضيع. هلا في بعض زي ما ذكرت أرجع على كل نص نفس الفكرة اللي مهمة اللي كنت بدي أحكيها قبل شوي. إيش ظللنا هون؟ الـ performance. إيش ظللنا هون؟ الـ appraisal. في بعض المؤسسات وبعض الناس وثقافة إنه بفكر فقط في البرفورمانس من ناحية التقييم evaluation، وتركيزه بيكون 99% على الevaluation و1% على البرفورمانس. هذا فشل كبير جدا في التفكير في هذا الموضوع. أوكي. يجب أن نعكس المعادلة بحيث تركيزنا ما يكون على العلامات، على الريتينج، على الابريزل، على الايفالويشن، على التقييم، بل يكون على البرفورمانس. إذا كان الطالب والمدرس تفكيرهم على أنه الابريزل، الايفالويشن والعلامات وهذه الأشياء هي وسيلة لغاية وهي البرفورمانس، إذن the majority of the emphasis is on performance. Not appraisal. The emphasis, the focus is on performance, which is the right path, the right track, the right way, the right approach. لكن الواقع تبعنا إنه the most important thing is appraisal. So appraisal is the end, the purpose, the goal, and performance is the means or approach. وغلط. غلط نخربط الابروتش مع الغايه، غلط نخربج الوسيله مع الغايه. الغايه لازم نحطها محلها والوسيله محلها. الغايه لازم تكون البيرفورمانس. اذا كانت الغايه البيرفورمانس بنصير احنا نطعج الابريزل ونطويها ونعالجها ونكون فيها مرونة في سبيل تحقيق أكبر قدر ممكن من البرفورمانس. أوكي، بصير الأبريزل الإفشنسي في الأبريزل والفعالية الأبريزل مهمة جدا، ولكن في سبيل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأداء المطلوب. لذلك أعطيكم مثال. إكس من المؤسسات مثلا، والكثير منها طبعا، في نهاية كل شهر في تقييم، أو كل سنة في تقييم، أو كل نص سنة في تقييم، كل كوارتر في تقييم، بيجوا للموظف بيقولوا له تقييمك كذا 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 كذا. أوكي، وأنت يعني تقييمك A، أنت تقييمك B، أنت تقييمك C، أنت تقييمك D،
انت كذا انت كذا انت كذا. اوكي، وكون كل التركيز والمنتال سيتنج والمايند سيت مركز على الرقم، مسكين هالرقم، مسكين صاحب الرقم، اوكي، او على هالتقدير اللي حصل عليه، اوكي، بس ليش وكيف والبرفورمانس اخر من يتحدث عنها. اوكي، لو اخذنا بدل X organization Y organization. X Y Y organization is different. Y organization the appraisal تقييم طلع. The manager will sit with the employee and tell him about his rating, his appraisal, his grade, his mark, whatever. And he will tell him about the all the feedback about his performance. وبيجلس معاه جلسة محترمة وجلسة ودية وجلسة ما فيها أي عنف ولا أي توتر ولا أي احتقار ولا أي استهزاء ولا أي تقليل من أهمية. أنت يا ابني أخذت في الأمور الفنية كذا من كذا، أخذت في الأمور الإدارية كذا، أخذت في التعاون مع زملائك كذا، أخذت في التنظيم والدقة في العمل كذا، أخذت في رضا الزبائن عنك كذا، أخذت في في التقدم وفي الأفكار الجديدة اللي أعطيتنا إياها وفي الأيديز الجديدة أخذت كذا. هاي اللي منقيس عليه إحنا، إحنا منقيسك على كذا وكذا وكذا، وأنت عارف 100 مرة حكينا لك إحنا منقيسك على هذه النواحي الخمسة، منها ما هو ملموس ومنها ما هو غير ملموس زي علاقاتك مع زملائك، فلذلك أنت حصلت على هذه الأمور. نحن لا نعرف لماذا أنت حصلت في هذا المحور على هذه العلامة، ممكن تخبرنا ليش؟ ممكن ساعدك في أنه المرة الجاية تحسن من هاي النقطة؟ كيف ممكن نساعدك؟ ليكون ناقصك بعض التدريب، ليكون ناقصك بعض الوقت لأنه ضغط العمل ممكن يمنعك. إذن إحنا we try to understand why the performance, not the appraisal, is low. Why the performance is lacking behind or lagging behind. Okay, ما مركز على performance. لاحظ ال X organization خلاص نطوا مباشرة على الرقم، وبناء على الرقم هذا بتاخذوا اجراءات معينه، ممكن ديموشن، ممكن بروموشن، ممكن عقوبه، ممكن مكافاه، ممكن حوافز، ممكن كذا. لكن why organization they moved from the appraisal directly to the performance to shed light and bring all the light into the performance problem. حطوا كل الضوء، جابوا كل الضوء ساطع قوي جدا وكل الكاميرات وكل الوسائل لهذا وركزوها على البرفورمانس قدام الموظف حتى يبينوا له انه احنا الابريزل هو ليس الهدف، انما الهدف هو البرفورمانس. ترى هو مرتاح بالطريقه هاي لانه بشوف انه هو ممكن يحسن من ادائه وبيشوف كيف ممكن انا احسن من ادائي، لانه الاداره ومديري مركز على الابريزل، ركز كيف أنا، ما هي الوسائل، ما هي الطريقة اللي ممكن أحسن في أدائي. أوكي، فإذا في أي حد عنده أي تعقيب تعال تفضلي رفع إيدك ولا بالغلط؟ لا دكتور بالغلط. بالغلط. طيب إذن هذا الفكرة. طيب خلينا إحنا هاي الفكرة اللي بحكي لكم عنها، الفكرة يعني أنا طولت وأنا بحكي وأنا تقريباً عرض السلايد لكو، عرض السلايد لكو على صفحة واحدة، وهاي نص الحكي اللي بدي أحكي في الشابتر هي هاي الفكرة الجوهرية. أوكي، لكن البقية ممكن يكون مكمل أو حول هذه النقطة. فالزمان كانوا يقولوا عن البرفورمانس أبريزل مباشرة، الآن performance management، يعني تغيرت كلمة performance، لاحظتوا في العنوان اللي شفناه قبل شوية، تغيرت كلمة performance في كثير من المؤسسات من هون من كلمة performance appraisal، لا شطبوا كلمة appraisal وصار إيش performance management. طبعا وين راحت performance appraisal؟ هي جزء صارت من performance management. أوكي، جزء
من البرفورمانس مانجمنت. اوكي بدنا نرجعها محلها. لكن سابقا كانت البرفورمانس ابريزل هي الكل في اكاديميا وفي كثير من المؤسسات، فصاروا الان يركزوا على البرفورمانس مانجمنت. اوكي الشابتر بدي اياكم تدرسوه وتركزوا على البيسكس اوف بيرفورمانس ابريزل، تركزوا على واي appraising performance، لماذا نريد ان نقيم الاداء، وعلى بقيه الامور التي سنشرحها في المحاضره القادم يوم الاحد ان شاء الله. خلينا ننتقل الان الى انفرجيكو الاسئله زي ما ذكرنا حتى نبين. تفضل يا عباده. دكتور بس بدي اذكرك انت لسه ما نزلتش chapter 9 على e-learning. chapter 9 هاي بدي احط ملاحظه عندي هون chapter 9 اوكي على e-learning هلا بنزله بس ان شاء الله تعالى ان شاء الله بعد المحاضره مباشر ان شاء الله. هون عند ال وين راح الحكي هذاك؟ اوكي تعال يا انت ايوه هون سؤال رقم واحد which of the شايفين سكرين؟ دكتور شايف. Which of the is the right answer regarding demand and supply and recruiting people? Select one. When demand for labor is more than the supply, planning and forecasting is so critical. هذه النقطة هذا صح. Which is the process of deciding what positions the firm will have to fill and how to fill? أي واحدة فيهم؟ Recruitment صح؟ One can not be engaged in anything. Hence, engagement must be around your circle, which is depending on your main role and task. True or false? True. What can managers do to improve employee engagement? Provide supportive supervision. صح. Ensure employee understand how their department contribute. صح. See how their إذن all of the above. Which of the or one of the following best defines line authority? A management with a flexible? لا. Management over a small staff? لا. Managers right to issue orders, يعني انهم يعملوا orders اوامر ل other managers or employees? طبعا C. Managers right to advice? Advice لمين؟ للline ولا للstaff؟ للstaff دكتور. نعم. Question number, which of the following refers to the authority a manager has to advise? اللي هو ايش؟ Advice when? Staff. People may know that you are totally engaged in your job when? ايش؟ All of the above, صح؟ Excited, dedicated, absorbed. All, دكتور. Personal activities associated with the human resource management most likely include all except أي واحد فيهم؟ إنه هاي صح دكتور إيه. طيب. Strategy map is an important strategy tool to select one اللي هي إيش؟ Strategy map connect the companies. Strategic goal with those of lower حتى نصل لآخر موظف اللي هو برضو إيه. COVID-19 created employment crisis for many business, public and NGO. One of the biggest problems is high level of unemployment. So what is the impact of on recruitment planning and forecasting? Planning is easy because supply is more than the demand. صح؟ لا دكتور. ولا ايه فكر فيها
Forecasting is so important because demand is more than the supply. نظل شو وقت معك؟ طيب. Almost there is no need for employment agencies or employment offices. You can recruit, select and hire. True, صح؟ ألا ما في داعي لهاي الأمور. Agency. True, دكتور. One cannot be engaged in anything, hence engagement must be around your circle of influence depending on your main role and task at any given stage of your life. So which of the following must be your circle of influence? أي واحد فيهن؟ مش دي؟ Helping family, doctor. لا. المرحلتك, شو المرحلة تبعتك حاليا؟ طبعا لا يعني ذلك أنك don't help family, بس مرحلتك حاليا circle of influence تبعك بماذا تستطيع أن تؤثر أكثر شيء الآن في حياتك في المرحلة هاي لدراستك. We talked a lot in this course about تكلمنا كثير عن work engagement and we emphasized that employees must be engaged, psychologically involved, connected and committed. If this is the case, then managers have nothing to do. True or false? False. False. لازم يكون في support من managers. According to this, أي واحد فيهم اللي هي دي صح؟ The basic functions of the management process include all of the following except marketing. Marketing, دكتور. Of management. مزبوط؟ نعم. هذا صح لأنه في expectations. صح. Line managers are different than staff managers in that staff managers. أي واحد فيها صح. Staff provide suggestions, line make final decisions. صح صح. When your strategy is about quality, innovation and uniqueness, then you are focused. ولا cost ولا efficiency ولا economy ولا none of the above. ليش نظر ذوب؟ لأنه في واحد missing اللي هي إيش؟ differentiation. أحسنتي ممتاز. A human resource manager should focus their effort on human resource management. They don't need to be concerned with environmental. صح ولا غلط؟ صح؟ خطأ لأنه إلا بتمشياله بالenvironment. نعم. لازم يكون في اهتمام في الenvironment. 20. Human resource management is about the major areas of tracking the right development. طبعا ايش؟ true صح؟ مزبوط؟ هاي اللي بنغني عليها من بداية الفصل attracting, developing, retaining. Job crafting is very important for any job. It involves طبعا مش doing another job, مش working hard and improving your performance, changing the job content. أي واحد فيهم؟ Changing the job content. أحسنت. According to the recruiting yield, اللي هو it is easy, you generate 100 and you must select 50. So the formula is 50 divided. غلط طبعا هذا. واسطة طبعا غلط. Those who are being recruited are those. أي واحدة؟ أخيرا دكتور. دي لأنه human resource.